المهرجان نهضوا الدوره الاولى كنا مريه. هذا المهرجان تولد في ظروف صعبه جدا، في عدم ايمان بقيمه التراث الغذائي التونسي، تولد في عدم اهتمام التوانسه بيدهم بالتراث نتاعهم، فما بالك انك باش تعمل المهرجان عالمي. لكنه بشوي بشوي لقى طريقه، شق طريقه. دورته الخامسه تقرر فيها انه يقع تحويل هذا المهرجان من مهرجان ترفيهي الى مهرجان سياحي وايضا اقتصادي. سيكون فيه المعارض، يعني المعارض من هذه الدوره ستبدا ان تكون معارض قاره. هذه الدوره تقتصر على الحرفيين، ولكن في الدوره المقبله ان شاء الله سنمر لمحترفي الخبازه في العالم باش يجيو باش يعرضوا الماتريال نتاعهم. وايضا التوسكي نجم يعطي اضافه لقطاع الخبازه في تونس وفي العالم. احنا تمتعنا الحقيقه بهذا المهرجان في الدورات الكل، لكن الدوره الخامسه تعدينا به الى مرحله الاحتراف. ايضا انشاء نادي نكهه بلادي، وتسلم السيده ايمان الباروني مشعل قياده نادي نكهه بلادي جربه، هو اللي احدث الفارق، لانه هنالك فريق تنظيم قار في جزيره جربه وايضا في ولايه مدنين. لقينا ارواحنا اللي حلمنا به في بدايه الدورات، لقيناه يتحقق في هذه الدوره الخامسه. دونك بعث هذا المهرجان من جديد، عاود تولد من الرماد نتاعو كما قلنا مثل فأر الخناق. هذا المهرجان خذا حظه في هذه الدوره من الاشهار، خذا حظه من تواجد الاكلات الجربيه بامتياز. التراث الجزيره غنيه جدا بالاكلات بالتراث، مش كان في مجال الخبز. سيقع العمل على تثمينها، وسيكون هذا النادي وجهه نكهه بلادي، واجهه نكهه بلادي في جربه.